هم عضدنا وسندنا، ويعني على الله سبحانه وتعالى أن فرحتهم فرحتنا وإنجازاتهم إنجازاتنا وسعادتهم سعادتنا، والله لا يفرقنا مع كافة إخواننا مع دول الخليج، ونسأل الله سبحانه وتعالى الرفعة الدوم للمملكة العربية السعودية الحبيبة. نعم عزيزي، أنا كبير مستنكرة، يعني أنا حضرت المباراة الأولى كانت في شهر 10 سنة 80، كانت زيارة الهلال السعودي، وكان ظاهرة ريفالينو يا الكويت مع فريق الهلال، وكان يعني الأمانة حديث الساحة الكويتية، لعبوا مع الكويت مع نادي الكويت وانتهت 1-1، ولعبوا مع نادي القادسية وانتهت 1-1. هذه المباراة المباراة الثانية كانت في دوري أبطال الخليج في شهر 1 سنة 2000، نعم، في الكويت هنا مباراة القادسية والهلال، وانتهت بالتعادل السلبي، نعم، 0-0، المباراة الشهيرة اللي تعور فيها بدر جمعة ودلع لسانه، نعم، وكان نجم الفريق نجم المباراة كان نواف تمياط، نعم، وفي مفارقة ان في المباراتين القادسية لعب ناقص، مباراة الأولى انطرد عبد الله عبد الرسول، المباراة الثانية انطرد طارق الجهاله، لكن تدري القادسية كعبة أعلى من الهلال، فما يقدر الهلال، بكرة الله يستر من اليوم الأحد، بكرة بعد الزلة الجسور نشوف منو ال عمر في مباراة بعد في بطولة أبها الهلال والقادسية وتعادل 1-1. أنا أكلمك عن المباريات اللي قيمت داخل الكويت، داخل الكويت، في مباراة ثالثة كانت على مستوى الناشئين، نعم، فاز الهلال على القادسية 2-0 سنة 88، نعم، سجل سامي جابر، هذه يعني هذه طبعا نشرات صحفية، اي هذه سنة 80، نعم، هذه اي جريدة؟ هذه القبس، قبس، القبس، هي القبس يعني ارشيفهم رائع جدا، نعم، نعم. هني في 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 شغلة ان نادي الهلال وافق ان يقام تكريم حق نجم القادسية محمد مبارك، معناه كانت مباراة رسمية، طبعا هذه مغريبة على الاخوان في الهلال، يعني طيب طلال انت واجهت